في مثل يقول عامل أعدائك بود حتى يصبحوا أصدقائك. وأنا عمري ما عطيتك شوي ولا عامل تجزين، لأن ما كنت أتخيل أن بيوم من الأيام أحتاج صداقتك، لكن صار. وتعرفين شو بعد راح يصير؟ راح تندمين على عدائك لي ولعيالي. تدرين ليش؟ ليش؟ لأن أنا نوال وزوجي عادل، نطيح لكن ما ننكسر، والخسارة على اليستين بقدراتنا. راح تعرفين معنى كلامي قريب. بس أنا ما قصرت، بس عيالك. ألو؟ أهلاً أهلاً، هلا أستاذ. إي اشتري البيت. إي مستعيلين أبي نسكن. الحمد لله، شكراً شكراً شكراً، مع السلامة. يما ممكن تقولي لي ايش فيك؟ الحين عادل يرد حلاله ويشتري ويبيع بالعقار وما تقول حق امك؟ يما من قالك هالحكي؟ انا سامعه عمتك وهي تكلم الريال. اي ريال يا يما؟ الريال اللي يبيع ويشتري بالعقار، تقول له اشتر اشتر ولا يهمك. غريبه، ما كنت ادري ان للحين باجي عندهم فلوس. لا ما يفلسون، بس كله منك انت، حسبي الله عليك، انت اللي خليتني اسوي فيهم كذي وغلط عليهم. يما وانا شكو؟ مو انت اللي قلت لي مفلسين ما عندهم فلوس. زين يما انا الحين خلصت شغلي ولازم اروح النادي لاني وايد تاخرت. تبين شيء؟ قبل لا تروح النادي اسمعني، ابي باكر تروح وتشيك وتشوف شنو عندهم وما عندهم وتجي تقول لي، فهمت؟ يصير خير يما، يصير خير. ناصر. هلا يما. مو تنسى اللي وصيتك عليه. شو اللي وصيتيني عليه؟ الحين انا مو قايله لك ابيك تروح تشيك على عمك وتشوف شنو عنده من عقار، كم بحسابه الحين. ان شاء الله يما. اي بعد الحين هو ما عنده عذر، اكيد بيوظف اخوك محمد ويفتح الجراج حق ابوك اللي يبيه من سنين. احنا ما قصرنا معاهم ووقفنا معاهم. يما الله يهديك، قاعد تقولين وبس. ما يندرى باكر شنو يصير؟ لا الحين غير. ان شاء الله بشوف الموضوع واقول لك، بس انت لا تحاتين. يلا روح دوامك لا تتاخر. يلا مع السلامه. لا يما، سالفة المرة اللي كنتي تكلمينها مع أبوي بخصوص البيت مو شرط. خوش دعوة قولها ولا ما تبوني أسمع. مو كل شيء بالضرورة عندك، أنا قلت شيخة مو شغلك، ما قلت زهرة مو شغلك. إيه حاشني فضولة أبي أعرف. مالك شغل، تدرين الشرها علي اللي قاعدة أتابع المسلسل معك، بروح أشوفها على تلفوني بتغرفتي. خير ايش تبين؟ يما انا ابي اعرف منو هذه المره اللي كانت تكلم ابوي. مو شغلك. لا شغلي، واذا ما قلتي له الحين كل مكان اشوفك اسالك، اذا افتكيتي مني انا ما راح تفك الزهره، فلا تخليني اكبر الموضوع براسها. لحم بالليل ما يسوى، قولي لهلن تسوي لي تونه سالد. تدرين بكم هذا الكيلو؟ كم؟ ب20. زين عاد انا تعنيت وجبت لكم، لان انتم ناس متعوده على الرفاهيه، فقلت اوفر لكم كل شيء تشود يبين بعينكم. ماكو داعي تعبين نفسك حبيبتي. وتدرين شنو جبت لك بعد؟ هاو زهره، هدي هدي شوي هدي. الصحون والمواعين هذه اللي تشوفينها ترى كلها جديده، حتى الكفرات اللي تنامين عليها انت وعيالك يدد. أكيد إحنا راح نقدر لكم هالشي، وإن شاء الله كلها أسبوع أسبوعين. من وين؟ من وين؟ أنت وريلك ما عندكم ولا فلس، ليش تكذبين؟ منو قالك هالكلام؟ مرزوق؟ أنت عبالك أنا مقتنعة أن أنتوا قضيتكم استئناف وأن بيتكم محجوز؟ أنتوا ما عندكم ولا فلس وقاعدة ببيتي وتكذبين. أخري عني المينونة، هذا بيت أخوي. أخوك؟ أخوك كاهو واقف برا ترى يسمعك، ما يبي لأن عارف إن وصل هني بقص راسه. أخري عني المينونة عمد بعينك. عادل عادل شيخة عموري زهرة. لا لا شنو هذا؟ سمعوني أنتوا الاثنين. سامعينك. بيتي تعذركم. هدي شوفون لكم بيت ثاني، سمعتيني ولا لا؟ سمعنا سمعنا وسمعت. يلا لا 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 لا
ولا دقيقة أقعد بهالبيت. أنا سكت عنها عبالها إني خايفة منها. لا أنا سكت عنها لأن أبيلها سكين كانت بتذبحني المينونة. يما مالت شغل اهدي، أبوي باكر يحل الموضوع. اهدي يا مرة سمعي كلام بنتك، باكر يصير خير. من وين يجي الخير؟ منك أنت اللي فلست ولا من أخوي اللي هدمرت شوي وتذبحني؟ أقول شيلوا أغراضكم، يلا 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 شيلوا أغراضكم، ما راح أقعد بهالبيت ولا دقيقة. بس خلاص كلمه شوي شوي. هذا اللي قاصر زهرة، أنا تهيني، أنا تهيني زهرة. وأنت اسمعني زين، دق على الناس اللي مسكنهم ببلاش وقول لهم يطلعون الليلة، نروح نسكن معاهم قاعدة في هالبيت مع زهرة وريلها. ماني قاعدة قطيع تقطعهم. أنا مستحيل أكلم مجزع وأخليها تطلع من البيت هالليل. وين تروح يعني؟ ما يهمني، هما المفروض يهمك، اللي يهمونك أنا وعيالك. يا يما يا حبيبتي طولي بالك، ما يصير أبوي يطرد الناس هالليل، ما يصير. أي يما حبيبتي اهدي. زين زين دق عليهم كلهم باكر يطلعون واحنا نروح نسكن معاهم، ولا اقعد مع زهره وريلها. هي كلمتني اليوم. منو اللي كلمتك؟ ام جزاع صاحبه البيت. شكو صاحبه البيت؟ البيت باسمك يعني يخصنا ما يخصهم. يا نوال البيت كبير ونقدر نقسمه ونقعد كلنا مع بعض، نطلعهم وين نوديهم يعني؟ ايش قاعد تقول يا نيت؟ يا نوال هي عرضت علي بنفسها تستضيفنا عندها في البيت، ما راه بحالها بروحها، أرملة عيالها أيتامة، إذا طلعوا وين يروحون بالله؟ شنو ما عندكم قلوب؟ يما ما ينفع نطردهم. يا حبيبتي يا يما طولي بالك شوي، صدقيني أعيش معاهم هناك ولا أعيش هني؟ حل مؤقت على ما أحل أموري يا نوال. مينون مينون يا أخوك يا أبو محمد كلمي عدل. ها هذه جنطتك؟ اي جنطتها، جنطتها يا ابو محمد هذه. انا 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 عاونك عاونك فيها عاونك. حرام عليك اللي قاعد تسوينه. حرمت عليه عيشته، هذا اخو قطيع ماكو شخصيه. هذه ماما مو زينه، اليوم عادي تضحك معاك باكر شي هيتس يو. مالك شغل فيها هيلين، اذا انت مرتاحه وتبين تقعدين قعدي. هو بكيفك تبوقين خدامتنا وخدامتكم من ماسكها من ايدها؟ هي ما تبيكم، خايفه ما تعطونها معاش. او ايم سوري شيكا، ذيس از ورك، دونت بي ماد. اي ام ماد. اذا كل شيء اخذ منا انا خايفه يحطون عينهم على بالا وياخذونها. ايه بعد من زين كلبتكم، كلبه راسها هالكبر لا وشيفه بعد. اذا فارله شيفه انت ايش تطلعين؟ هيلين إذا أنتي ما تبينه إحنا ما نبيك، والتنازل راح ييج. وأقول استانسي مع عمتك الجديدة شيخة. يما روحي لا تجابلين هذه، إنسانة تعيسة تجيب لك طاقة سلبية. Enjoy.